دورات تنموية تهدف إلى تنمية وتطوير القدرات من أجل تقديم أفضل الأعمال والخدمات لعامة الناس، إذ أن هذه الدورات هي أحد أنشطة قسم التطوير والتنمية المستدامة في العتبة العباسية المقدسة، الذي شرع بإقامة دورات الأتيكيت لعدد من ملاكات مستشفى الكفيل التخصصي. منذ تأسيس قسم التطوير والتنمية المستدامة في العتبة العباسية اخطط لنفسه خط أن ينهض كما هو مكلف به بتحسين وتطوير مستويات الأداء لدى العاملين في العتبة العباسية المقدسة. واحدة من هذه الأهداف كان هذا اليوم أن نعقد هذه الورشة التطويرية على مدى 3 أيام لتحسين وتطوير مهارات منتسبي مستشفى الكفيل التخصصي في مجال الأتيكيت الوظيفي والتعامل والقضايا المهنية الأخرى المتعلقة بتحسين الأداء في أعمالهم. الدورة جاءت وفق برنامج دقيق وعلمي تضمن لقاء الملاكات وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمستشفى وبما يناسب احتياجات ملاكاته لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، إذ تضمن عدة محاور رئيسية منها التعامل مع المرضى والمرافقين لهم ومعاملة كبار الشخصيات والسعي إلى خلق سفراء للمستشفى، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الأخرى. المهم في هذه القضية أنه البرنامج يخصص لكل منتسبي المستشفى. كانت انطلاقة البرنامج مع هذه المجموعة الأولى وهم مختصين في الريسبشن، يعني اختصاصهم في الريسبشن والعلاقات العامة ومجموعة الإعلام، بالإضافة إلى أقسام أخرى لها ارتباط مباشر وتماس مباشر مع المريض أو مع مرافقي المريض، بحيث أنه قضية الأتيكيت العام تعتبر هي من أهم الأمور اللي تعطي نتائجها بتعاملنا مع المريض ومرافقي المريض. قسم التطوير والتنمية المستدامة قد أخذ على عاتقه إقامة وتنظيم الدورات التطويرية لمنتسبي العتبة المقدسة بمختلف المجالات بغية تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحسين أدائهم.